سادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أنا من داخل المقبرة الخاصة بالوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة الذين يتوفاهم الله تعالى في مدينة كربلاء، مبادرة خاصة لغسلهم وتكفينهم ودفنهم في هذه المقبرة. ابقوا معنا للتعرف على تفاصيل أكثر. الواقع احنا بدينا بالعمل في المقبره هاي اللي بادين بها منذ اكثر من 10 سنوات، وبدينا بالعمل بناء على احد الاخوه من الزوار احب انه يدفن والده، وحصل على صعوبه كلش بالحصول على قطعه ارض وتكاليف القبر، فعلى اثرها بانه تم الاستجابه بانه يكون يندفن مع والدي وأرحامنا في المقبرة بالوادي. والحمد لله والشكر منذ أكثر من 10 سنوات بدينا بهذا المشروع. اليوم أصبحوا أكثر من 204 زائر من 16 دولة، من الهند وباكستان وإيران والبحرين والكويت والسعودية ولبنان ونيجيريا، وكل هذه الدول الواقع توفقنا الحمد لله والشكر نكون عون لزوار سيد الشهداء عندما يتوفاهم الأجل وهم في ضيافة سيد الشهداء. فشفنا هاي أفضل خدمة تتقدم للزائر بحيث تخفف عنا كل المعاناة، لأن تعرف بأنه الغريب ويصير عنده هيك حدث يعني تكون عليه فد نوع من الصعوبة. والحمد لله والشكر خدمة الإمام الحسين اللي عندنا بالمكتب والعتبة الحسينية كلهم ما مقصرين. ولا ما نملك بس مدمعنا بالخوف بالخوف دمع ينسيل دمع ينسيل. طبعا قام جناب الحاج فاضل عوز في العتبة الحسينية المقدسة بهذه المبادرة التي تعتبر فريدة من نوعها. جميع الزائرين الذين يوافيهم الأجل عند التشرف بزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، يقوم هذا الرجل بتجهيزهم تجهيز كامل ومن تغسيل ودفن ومراسيم فاتحة إلى آخره على نفقته الخاصة. كان للعتبة الحسينية وللحاج فاضل عوز السبق في تكفين وتغسيل ودفن هؤلاء وهم زوار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، ومن كافة الدول الأجنبية والدول العربية ومن كافة أقطاب الكرة الأرضية. فعلا هو مشروع جبار وعمل مميز يعني من العتبة الحسينية في شراء هذه القطعة من الأرض على أرض كربلاء على طريق النجف مقبرة الوافدين. فهذا عمل جبار وعمل عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وهو عمل فعلا لا نقدر على تقييمه، لأنه فعلا عمل عزيز جدا عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن هذا الوافد الذي وفد إلى الإمام الحسين عليه السلام وزار الإمام الحسين ويتوفاه الله في كربلاء أن تحتضنه تراب كربلاء. هذا المكان الشريف
الذي هو بإشراف جناب حضرة الأستاذ فاضل عوز. هذا المكان الذي فيه جثامين زوار مولاي أبي عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس، إن شاء الله يترمدهم الله بواسع رحمته. سادة المشاهدين، كنتم وإيانا وتغطية خاصة للحفل التأبيني الأول للمتوفين في مدينة كربلاء من غير العراقيين المدفونين في هذه المقبرة الخاصة. شكرا لمتابعتكم.